السلام عليكم متتبعي وصفات أسماء، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة اليوم إن شاء الله. وبعيدا عن الطبخ، اليوم غنشارك معكم جولة قصيرة في مدينة آسفي، مدينتي الأصلية، تعرفوا على المناظر ديالها، بعض من المميزات ديالها، وبعض من يعني الجمالية ديال هذه المدينة، ومشاهدة ممتعة، ومدينة كتستحق إن شاء الله الزيارة دائما. Thank you.
خليه العرباوي قاعد يا دردر سي عبد العزيز ستاتي يا سيدي احمد Yeah.
هذه اكسيد.